اه يعني في نسور شرجي مهبلي ما بين تو كافيتيز طبعا اه ده, ده منتشر جدا من ده, 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 مخيف ده مخيف جدا وده برضو اصابه اصابه في إصابة, إصابة في ولاده يا اصابه وقع يعني ممكن تقع على مقعدتها يحصل لها شويه هيماتوما هي ممكن تحصل في سواقه العجل 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 خطير بقى العجل خطير آه يعني تيجي تيجي تلاقي مريض جايلك لك مر او مريضه بالذات تيجي لك تقول لك اه انا عندي شويه سايب براز آه ست مثلا عندها خمسين سنه 52 سنه طب انتي اخر مره ولدتي قد من من 17 سنه طب وقعتي لا طب عملتي عمليات لا طب مش عارف ايه لا تكشف عليها ما عندهاش حاجه لما تيجي تاخد من الهيستوري بعض الهيستوري تلاقيها من اخر ست سبع سنين قررت تلعب رياضه فراحت راكبه عجله فراحت جايبه العجله اللي هي كرسيها الصغير ده ما هو دلوقتي العجل ما عادش زي الاول اه الكراسي كلها كل العجل الموجود في السوق دلوقتي كراسي صغيره دي كارثه دي كارثه ما عادش الكرسي المبطن الجميل اللي كان بيتعمل عموله ده ما عادش موجود ده مش موجود ده مصيبه مصيبه ده كان كرسي رائع اه وانت مش محتاج ده لانك مش بروفيشن اه فبعد خمس ست سنين اصل آه. البروفيشنال ما بيقعدوش على العجله بالزبط. بيسوق هم ده طاير اه تطاير هو بيبقى رافع وسطه اساسا ولافف جسمه اه ولافف وأنت جسمه مش محتاج كده ده, آه المحترف المحترف آه. وانت آه. مش محتاج العجله دي نفسها اه فالكرسي ده داخل جوه بالظبط ضاغط على مكان عصب الحوض بالملي م. بالملي ويفضل وفي يضغط الرجاله بيضغط على بيدين ده الارضي بالظبط بيضغط على شريان في الرجل في الرجل والتاني على العصب في العصب فالعصب واحده واحده ابتدى يحصل له دمور في دمور وابتدى يضعف عضلات الشرج فابتدى يحصل لها ليكج هي مش عارفه من ايه ليكج يعني تيجي تبص على الاندر ده لو هي بتسوق كمان بقى لها فترة طويلة ست عجل. سبع سنين لا ده ده في بنات بتسوق بقى من وهي صغيرة 16 آه سنة آه أو 15 آه سنة يعني آه على طول بتركب عجلة من وهي صغيرة صح دي هتتعرض يعني المشكلة مشكلة عشان آه. كده اللي بنصحهم دول في شرطات فيها سيل باد اه اللي هي بتحمي اللي اللي آه. المقعدة لو كنت صغيرة متبطنة مخصوصة لبتوع السايكلينج اه بتوع العجل, العجل آه. يعني في شرطات انت كل رياضة ما ينفعش انا انزل العب فوتبول بجزمه بتاعه سله بالظبط ما ينفعش او كوتشي او كوتشي لازم أو. اجيب جزمه فوتبول يا اما هيحصل لي اصابه في صوابعي صوابعي اه بالظبط ما ينفعش العب بول بجزمه فوتبول آه. فالشورت اللي انا البسه في في العجل لازم يكون شورت مخصوص للعجل اللي هو مبطن للعجل والا هيحصل تسيب. ممكن يحصل تسيب هي عندها تسيب هي عندها تسيب آه، 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 وعندنا مشكلة بقى العصب هنا العصب بيموت العصب بالظبط حصل له اتروفي آه، جزء منه مات آه، آه.